صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية مباشرة مع البرنامج التلفزيوني فوكس أند فريندز بأنه مشغول جدا وليس لديه وقت ليشتري هدية لميلانيا بمناسبة عيد ميلادها 48، قائلا عندي لها بطاقة معايدة، أنتم تعرفون أنا مشغول جدا لكي أركض وأبحث عن هدايا، لقد اشتريت لها بطاقة معايدة جميلة وباقة زهور جميلة.